اما نيجي بقى للجزء اللي هو الاكبر والجزء اللي هو اهم جدا وهم اللاعبين. اللاعبين فعلا رجاله وابطال، وقول زي ما انت عايز تقول. اللعيبه اللي سايبه بيوتها بقالها فتره طويله جدا، كل واحد متفرغ بيطلع من بطوله يخش بطوله، يطلع من بطوله يخش بطوله. ازاي اللعيبه دي بتفصل؟ الا بقى اذا كان في رئيس نادي متفرغ تماما، في جهاز فني بيعمل عمليه غسيل مخ للاعبين. خلصنا من افريقيا هندخل الدوري، وانا بقول لجماهير النادي الاهلي الدوري جاي ان شاء الله، مع احترامي لكل اللي بيحصل على الساحه، الدوري جاي، احنا بنلعب كل حاجه في وقتها. فعشان كده بقول للاعبين انتوا تستحقوا وسام، انتوا حققتوا لنفسكم انجاز ما بعده انجاز، وانتوا كاسماء حفرتوا اسمكم بحروف من ذهب على جدران النادي الاهلي وعلى الكره المصريه بمعنى اصح. عشان كده بقول للاعبين مهما قلنا ومهما عملنا، انا بقول لكم انتوا رجاله رجاله رجاله، وفعلا انتوا بتلعبوا بروح الفانيلا الحمراء، الفانيلا الحمراء اللي اي فرقه بتشوفها بتترعش. احنا من ساعه ما بدانا كده كنا في النادي الاهلي، وانا واحد من الناس بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان انا كنت واحد من ضمن المنظومه او من اول فرقه حققت بطوله افريقيا 82، وفتحنا الطريق بعد كده، وبنسلم الرايه للجيل اللي بعدينا، والجيل اللي بعدينا بنسلم للي بعده واللي بعده واللي بعده. وزي ما انتم شايفين اهوت حاجه مشرفه، حاجه مشرفه لما يلعبوا في بطوله افريقيا، والبطولات زادت لما يلعب في بطوله افريقيا ويفصل من بطوله افريقيا، يرجع يلعب في الدوري، يفصل من الدوري العام، يبدا يدخل على بطوله السوبر، ويسافر ويجي من افريقيا على قطر، ويجي من هنا على هنا ويفصل، وبعدين يرجع تاني يلعب في الدوري العام، وبعدين كاس مصر، وبعدين ايه ده؟ ده انا لو حتى حد بيذاكر كان اتلخبط. انا بقول للاعبين انا بشكركم بالنيابه عن كل جماهير النادي الاهلي اللي هي عايشناها في فرحه، لا وفرحه ايه؟ قبل العيد الكبير، يعني خليتهم يفرحوا الفرحتين، فرحه الفوز بالعشره والفرحه بالعيد الكبير. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعودها عليكم بخير وعلينا، ويا رب دايما في انتصارات، لان النادي الاهلي عودنا على كده، والنادي الاهلي هيفضل طول عمره كده، والنادي الاهلي هو هفضل اقولها مصدر السعاده.